الهدف الحقيقي، أحد الأهداف الحقيقية هو هذا التطبيع اللي شفناه، إخراج العلاقات، بعض العلاقات الخليجية من السر إلى العلن. هلأ العماني طلع على العلن من مدة، الإماراتي طلع على العلن من مدة، البحريني طلع على العلن من مدة، لكن اللي طلع على العلن بشكل أوضح ومن موقع رسمي هو السعودي، أن وزير خارجية السعودية قاعد على الطاولة، وهذا نتنياهو. المؤتمر أحد أهدافه الحقيقية الدفع نحو التطبيع، وأنه العالم ينسى ما في شيء اسمه فلسطين. مؤتمر دولي بيحكي عن الشرق الأوسط، ما في كلمة فلسطين ولا شعب فلسطين، في إيران، في غير إيران، في محور المقاومة، في التهديدات بالمنطقة، لكن ما في شيء اسمه فلسطين.